السلام عليكم. لن تصدق، امرأة رأت شخص مسلم يصلي في الشارع، انظروا ماذا فعلت أمامه، سبحان الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تجربة اجتماعية قام بها رجل باكستاني في كوريا الجنوبية. في البداية اختار الصلاة في محطة القطار، وبالطبع انتبه له جميع الواقفين هناك، لكن سيدتين كبيرتين كانتا بالقرب منه عرف أنه كان يصلي، وبالطبع لدى انتهاءه أخبرهم أنه باكستاني، وقام بإعطائهم ورود حمراء تعبيرا منه عن حبه للجميع واحترامه لهم. فبعد كل شيء، حق الديانات لا يمكن نزعه بالمرء. وبعد المحطة ذهب الرجل للصلاة في مكان عام، لكن كل من مر بالقرب منه كان يراقبه. فنادرا ما يقوم شخص ما بأمر مماثل في كوريا، لكن إحدى السيدات مرت أمامه عن عمد، إذ أرادت أن تسبب له التوتر، لكنه لم يتأثر بالطبع حتى انتهى من صلاته، ليجدها بالقرب منه منتظراه، وبدأت بينهم محادثة بسيطة عن الإسلام والسبب الذي كان من أجله يصلي في الشارع العام. قام أحد السياح بالنظر إلى ساعته لمعرفة الصلاة التي يقوم الرجل بفعلها، وفي النهاية اضغط لايك واشترك بالقناة وفعل الجرس. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.